متابعينا وفيا مرحبا بكم في محل جلالة الديكور. أمي حبيبة الغالية خالتي العزيزة خالتي مدام جدتي الحنونة عملة الأنيقة، اليوم حبيت نشارك معكم جولة في هذا الطابق اللي هو طابق الأثاث. في أشياء جميلة وأنيقة ومتميزة بالأناقة كثيرة. نبدأ على بركة الله. لا بالي سقسيتو المراية تاع الدوش، مراية تاع الدوش وفرنا لكم هذا الموديل كما راكم تشوفوا فيه يا أمي الغالية الحبيبة. هذا السعر تاعو يدير 120,000 بيه بليزاكسيسوار تاعها كما راكم في المراية، بيه بليزاكسيسوار كما ذيك الطابق هذا كيحطوا فيه الأشياء تاعك، فيه تاع البروسالون، فيه تاع المنشفة، فيه تاع الصابون، فيه كل شيء. قداه ب 120,000، فيها اللون الأخضر واللون الأحمر هاليك، الله يبارك ما شاء الله. نزيدو نروحو نشوفو هذيك الطابلة، هاي الطابلة دير 400,000، هذه بها 6 كراسات على الترك، حاجة مليحة متوفرة ثانية بالألوان. نزيدو ننتقلو لبلاصة واحدة أخرى، عندنا هذه الكراسي الأنيقة الجميلة اللي قلنا ما تكسروش، هذه جاية في البلاستيك المليح، هذه مغلفة بأناقة يعني حلة ولا أجمل، هاي ليك جاية بالبونج مريح جدا، هذا يساعدك بزاف في المسلان، خطرك تخدمينو هكذا منحني يعني الله يبارك ما شاء الله. هذا السعر تاعهم 730,000، 730 في مليكولار. نزيدو نشوفو الموديل هذا، هاوليك هذا ماشي مغلف بلا، جاي بلاستيك مباشرة. هذا السعر تاعو 385,000، 385 في ليكولار. نروحو لأطول شوي اللي هما هاد لي موديل يعني أناقة جديدة، هذا السعر تاعهم 760,000 هاليك. نزيدو نشوفو موديلات اخرين ودي هما هادو جايين في البلاستيك كيما هكذا مديرين بالالمنيوم منا، هذا يدير 175، عفوا يدير 165 ماشي 175، هذا السعر تاعو 165,000. اضافة الى ذلك عندنا هذا تاع الشبكة ثاني تكون في ليكولار، في هذا اكا كاين هذا هكذا وكاين الاسود تاعو، هذا السعر تاعهم 220,000، هذا 220. وعندنا كيما راكم تشوفو هادو هكذا هاو يتباعو وحدهم، كرسي واحد هو ولا هذا جايين في الحديد، حاجة مليحة كاليتي مليحة، 295 وكان هذا يدير 480,000 هاديك كراسي جميلة أنيقة. نزيدو نروحو نشوفو لي طابل، لي طابل اللي عندنا، عندنا في البلاستيك كيما هذي هاديك، هذي دات 350,000 تاع 6 بلايص، عندنا تاع 4 بلايص 270,000، هي هذي ولا هذي شكل دائري، تجي في الألمنيوم حتى هي، ممكن تجي بلاستيكية كومبلي، 270,000 هذي ولا هذي، هذي تاع 6 بلايص 350,000، عندنا في الكاليتي المليحة هذي، هاديك 6 كراسي. الله يبارك مستطيل الشكل، السعر تاعها 2 ملايين، هذه في الكاليتي المليحة، الحديد المليح حاجة ولا أجمل. عندنا كيما هذه مربعة الشكل يعني صغيرة، ها كيفاش تجي نجبدوك نعطيكم الحد تاعها، هاي منا لهنايا فيها البيضاء وفيها المارون، هذه السعر تاعها 510,000، يعني للأطفال ثاني. عندنا طوابل كيما كنا نحن مقبلين على الدخول المدرسي إن شاء الله هذه الأيام، عندنا هذا البيروات اللي راكم تشوفوا فيهم، صغير متوسط وكاين القصير خلاص. نجبدو واحد نشوفوه كيفاش يجي البيرو، ها كاكا بيرو تاع اطفال يعني متحوف متروز الله يبارك ما شاء الله، فيه القصير ولي اكبر شوي ولي اكبر خلاص، اسمع حساب طول تاع الطفل، اذا كان قصير ديرلو قصير، اذا كان متوسط ديرلو متوسط، كان طويل ديرلو طويل. صديقي العزيز هذا درنا فرد بري لبعضهم ب 750,000، هذا فرد بري هاديك خير واختار. واش نزيد نقول لك يا صديقي العزيز، نحن عندنا كيما يقولوا البيروات اللي نطلعوهم كيما هادو، راكم نشوفوا بيرو من البيروات وتشوفوه كيما راك تشوف يا صديقي، عندنا الاحجام الكبيره كيما هادو هكذا، وعندنا احجام صغيره واللي هي هذه هادو الصغار هاوليك، يجي قجر واحد كيما هذاك اللي كنا نشوفو فيه دوكا، هو جاي في الميلامين على كل حال، هذا لاماتيار تاعو ميلامين وكاين لامدياف، كاين هكذا وكاين هكذا، هذا يدير 320,000 وكانت 420 كانت 450 حساب الطلبية تاعك انت يا صديقي. كيما هذا هكذا مكتبة وبيرو، ها مكتبة وبيرو، هذا السعر تاعو 1400، يجي كيما هكذا مكتبة هنايا وبيرو منها تحط في أموراتها، كيما نقولو طفل يحط أمورات هنا الكتب تاعو ويكتب هنا عادي جدا. عندك موديل كيما هكذا هاوليك بيرو، يصلح للطب، يصلح كيما يقولوا البيروات، يصلح كيما نقولوا الإدارات، يصلح للأطفال الناس يتقرا جامعيين وكل شيء، ها والله يبارك ما شاء الله. كيما هذا السعر تاعو 1,000,000 كانت 1,200,000 1,500,000 1,700,000 حساب الطلبيه. نزيدو نروحو نشوفو اشياء اخرى كيما لي كولاري متوفرين، مارون والبيج كيما بغيت انت يعني يا صديقي ما تحير ما والو. نشوفو هذا تاع الاطفال ونرجعو للمابل كيما راكم تشوفو، اللي يحتاج كيما نقولو اللي عنده طفل ويحب وعندهم طابله يحب الطفل ياكل معاهم في الطابله، ما عليك غير تقتني واحد كيما هذا ها
تخدم له الطابله ياكل وحده ولا يطلعوا عادي يعلى ولا ياكل معكم في الطابله 295 خير لي يعجبك. هاي ليك دركا ننتقلوا للمائده ومن بعد نروحوا للمابل بصفه عامه. عندنا طابله كيما هكذا في البلاستيك تطبق ليكولار فيها، هذه دارت 165 وهذه 110000. وعندنا موديل كيما هكذا مستطيل الشكل صغير الحجم، السعر تاعها 170000. وعندنا موديل كيما هذه 185. دركا نروحوا للبورتوسير اللي جبناها جديده كيما راكي تشوف يا امي الحبيبه. هاي ليك اللي وفرناها، فيها جرم الفوق وفيها بيبان يعني يجيو بالادراج مدرجه. هذه بورتوسير فيها دي كولير بزاف، هذه كولير ديجا جديده، هذه جايه في البلونوي وكاينه في الباج، كاينه في المارون، كاينه في الابيض اسود اللي بغيتي. هذه في المارون هكذا، عندها هنايا ادراج ثاني، عندك هذه ما فيهاش قجر. ها سامبل سما كل وحده كيفاش مخدومه. ها هذه جايه سامبل كيف كيف سامبل، وهذه بالقجر. هذه دارت 780 اللي بالقجر، وهذه 680 بلا شي قجر. نزيدو نروحو نشوفو موديلات اخرين يعني بلا شي هادو، تبعوني دوك نروحو درجه درجه من الجهه الاخرى. كيما راكي تشوفي هاي ليك، هذه 1300 هكذا جايه مقسومه منها هكذا كيما راكي تشوف مربعه، كاين تجي شكل اوفال منها بقاعده يعني ذهبيه، ادراج كيما راكي تشوفي. هذه 1300. عندك موديل كيما هذه كيفاش تجيب الكرسي تاعها 1750 كيف كيف، هذه هكذا 1750. يعني يا امي الحبيبه واش حبيت نوصل لك، اي حاجه شتيها في لومبورطاسيون حنا نحاولوا نطلعوها لك في لوكال بسعر يساعدك انتيا. حنا الحاجه المليحه قبل تجيب لنا القياسات قبل ما نخدموا لك نعطيوك السعر. ما لي نقول لكم دركا شكرا على حسن المتابعه، انتظرونا بجديد اخر، مع السلامه.